وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله جميعا، أهلا بالشيخ محمد، ما شاء الله من مكة المكرمة، الحمد لله على السلامة، اللهم بارك يا رب. طيب بسم الله، نقرأ إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى قد أفلح من زكاها، الضمير المرفوع في زكاها عائد على من، وكذلك هو في من في دساها، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، هذا هو القول الصحيح، وهو نظير قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وهو سبحانه إذا ذكر الفلاح علقه بفعل المفلح، كقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، بعد قوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وقوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طبعا هذا مهم، ليش؟ لأن فيه الرد على من لا ينسب الفعل للعبد، فهذا فيه نسبة الفعل للعبد. طيب فالفلاح هو نتيجة فعل العبد وهو فعل المفلح، فإن فعل الطاعة من أسباب الفلاح، وليس مجرد أنه مشيئة مجردة من الله سبحانه وتعالى، بل لها سبب وهو متعلق بفعل العبد. قال الحسن قد أفلح من زكى نفسه وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله، قاله قتادة وقاله قتادة. وقال ابن قتيبة يريد أفلح من زكى نفسه أي أتمها وأعلاها، أي أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة والكف عن المعاصي والتنافس في الدرجات واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفها بترك عمل ذلك البر وركوب المعاصي. يا سلام، أنماها وأعلاها بالطاعة والبر والصدقة والكف عن المعاصي والتنافس في الدرجات واصطناع المعروف، والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فكأن النطف بارتكاب الفواحش دس نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها، يعني بدسها من الدس شيء يدخل في، يعني لذلك تسمى هذه الجلوفز يسمونها دسوس، لأنك تدخل يدك فيها تخبيه، فشيء يدخل فيه الشيء وغالبا يكون تدسه، يعني في الأرض مثلا، يدسه في التراب، فكأن هذه المعاصي تنزلك وتدخلك في النهاية، هي تدسك إلى النار، تدخلك في النار، نسأل الله العافية. وكانت أجاود العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر بها أنفسها للمعتقين، وتوقد النار في الليل للطارقين، وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أنفسها وأماكنها على الطالبين. إن شاء الله نصف القراءة وبعدين الشيخ تقرأ إن شاء الله. فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها، وأنشد في ذلك وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القراء ونبح الكلاب لمستنبحي، يعني ما أحتاج أنك أسمع نبح الكلاب حتى أذهب إلى بيتك وأعرف أن في أحد هناك يعيش، لا، أنت بيتك بارز، ما يحتاج، الناس تراه من كل مكان. وقال أبو العباس سألت ابن الأعرابي عن قوله وقد خاب من دساها، قال دس معناه دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، وليس منهم. يا سلام، وعلى هذا فالمعنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا يجعلنا منهم، الله لا يجعلنا منهم، دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، وعلى هذا فالمعنى أخفى نفسه في الصالحين، يري الناس أنه منهم، هو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون،
يدس نفسه مع العلماء، يدس نفسه مع طلاب العلم، يدس نفسه مع الناصحين، مع المنكرين، مع اللهو، مع المصلين، وهو ليس منهم. وقال الطائفة الأخرى، الضمير يرجع إلى الله سبحانه. قال ابن عباس في رواية عطاء، قد أفلحت نفس زكاها الله فأصلحها. وهذا قول مجاهد وعكرمة والكلبي وسعيد بن جبير ومقاتل، قال سعدت نفس وأفلحت نفس أصلحها الله وطهرها ووفقها للطاعة حتى عملت بها، وخابت وخسرت نفس أضلها الله وأهواها وأبطلها وأهلكها. قال أرباب هذا القول، قد أقسم الله بهذه الأشياء التي ذكرها لأنها تدل على وحدانيته وعلى فلاح من طهره وخسارة من خذله، حتى لا يظن أحد أنه هو الذي يتولى تطهير نفسه وإهلاكها بالمعصية من غير قدر سابق وقضاء متقدم. قالوا وهذا أبلغ في التوحيد الذي سبقت له هذه السورة. قالوا ويدل عليه قوله، فألهمها فجورها وتقواها في سورة الشمس. قالوا يشهد له حديث نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، انتبهت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول، ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. قالوا فهذا الدعاء هو تأويل الآية بدليل الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، كان إذا قرأ قد أفلح من زكاها وقف ثم قال، اللهم آتي نفسي تقواها أنت وليها ومولاها وزكها أنت خير من زكاها. قالوا وفي هذا ما يبين أن الأمر كله له سبحانه، فإنه هو خالق النفس وهو ملهمها الفجور والتقوى وهو مزكيها ومدسيها، فليس للعبد في الأمر شيء ولا هو مالك من أمر نفسه شيئا. قال أرباب القول الأول، هذا القول وإن كان جائزا في اللغة العربية حملا للضمير المنصوب على معنى من، وإن كان لفظها مذكرة كما في قوله ومنهم من يستمعون إليك، جمع الضمير وإن كان لفظ من مفردا حملا على معناها، فهذا إنما يحسن حيث لا يقع لبس في مفسر الضمير. وهنا قد تقدم لفظ من، والضمير المرفوع في زكاها يستحقه لفظا ومعنى فهو أولى به، ثم يعود الضمير المنصوب على النفس التي هي أولى بها لفظا ومعنى، فهذا هو النظم الطبيعي الذي يقتضي سياق الكلام ووضعه. وأما عود الضمير الذي يلي من على الموصول السابق وهو قوله وما سواها، وإخلاء جاره الملاصق له وهو من وعوده إليه، ثم عود الضمير المنصوب وهو مؤنث على من ولفظه يذكر دون النفس المؤنثة، فهذا يجوز لو لم يكن للكلام محمل غيره أحسن منه. فأما إذا كان سياق الكلام ونظمه يقتضي خلافه ولم تدع الضرورة إليه فالحمل عليه ممتنع. قالوا والقول الذي ذكرناه أرجح من جهة المعنى لوجوه، أحدها أن فيه إشارة إلى ما تقدم من تعليق الفلاح على فعل العبد واختياره كما هي طريقة القرآن. الثاني أن فيه زيادة فائدة وهي إثبات فعل العبد وكسبه وما يثاب ويعاقب عليه، وفي قوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات القضاء والقدر السابق. فتضمنت الآيتين هذين الأصلين العظيمين، هما كثيرا ما يقرنان في القرآن، كقوله إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، وقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتضمنت الآيتان الرد على القدرية والجبرية. الثالث أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس، فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها، يا سلام، هذا هو يعني حقيقة مربة الفرس النقطة الأخيرة، أن قولنا يستلزم قولكم دون العكس، فإن العبد إذا زكى نفسه ودساها فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تدسية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه، بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر المحض لم يبقى للكسب وفعل العبد هاهنا ذكر البتة. ونحن عندنا قاعدة في التفسير تعرفونها تمر معنا كثيرا، أن التفسير الذي يجمع الأقوال أولى من التفسير الذي يفرقها. وذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة. قال شيخنا، هذا والله أعلم من شيخنا يعني ابن تيمية، والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبا وعذابا منهم، إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين وقوم لوط وغيرهم. ولهذا لما ذكرهم وعادا قال،
فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إلى أن قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الأمم المكذبة. لم يذكر عنهم ما يذكر عن أولئك من التجبر والتكبر والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض كما في سورة هود والشعراء وغيرها. فكان في قوم لوط مع الشرك إتيان الفواحش التي لم يسبقوا إليها، وفي عاد مع الشرك التجبر والتكبر والتوسع في البناء وشدة البطش وقولهم من أشد منا قوة. في أصحاب مدين مع الشرك الظلم في الأموال، وفي قوم فرعون الفساد في الأرض والعلو، وكان عذاب كل أمة بحسب ذنوبهم وجرائمهم. فعذب عادا بالريح الشديدة العاتية التي لا يقومونها شيء، وعذب لوط قوم لوط بأنواع من العذاب لم يعذب بها أمة غيرهم. فجمع لهم بين الهلاك والرجم بالحجارة من السماء وطمس الأبصار وقلب ديارهم عليهم بأن جعل عاليها سافلها والخصف بهم إلى أسفل السافلين. وعذب قوم شعيب بالنار التي أحرقتهم وأحرقت تلك الأموال التي اكتسبوها بالظلم والعدوان. وأما ثمود فأهلكهم بالصيحة فماتوا في الحال. فإذا كان هذا عذابه لهؤلاء وذنبهم مع الشرك عقر ناقة واحدة جعلها الله لهم آية، جعلها الله آية لهم، فمن انتهك محارم الله واستخف بأوامره ونواهيه وعقر عباده وسفك دماءهم كان أشد عذابا. ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا وما يعاقب به من سعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير الحق وأقام الفتن واستهان بحرمات الله علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون. قلت وقد كل هذا الكلام من كلام ابن تيمية السابق. قلت وقد يظهر في تخصيص ثمود بالذكر هاهنا دون غيرهم معنى آخر، وهو أنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به، قد ثلجت له صدورهم واستيقنتها أنفسهم واستيقنته أنفسهم فاختاروا عليه العمى والضلالة كما قال تعالى في وصفهم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي موجبة لهم التبصر واليقين. وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم فإن الله لم يهلك أمة إلا بعد قيام الحجة عليهم، ولكن خصت ثمود من ذلك الهدى والبصيرة بمزيد. ولهذا لما قارنهم بعاد قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، ثم قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولهذا أمكن عادا مكابرة وأن يقولوا لنبيهم ما جئتنا ببينة، ولم يكن ذلك ثمودا ولم يمكن ذلك ثمودا، وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس والقمر، فردوا الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة به. فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه. وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن ذلك يعني من القسم قول الله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قيل جواب هذا القسم كله إن ربك لبالمرصاد. وهذا ضعيف لوجهين، أحدهما طول الكلام والفصل بين القسم وجوابه بجمل كثيرة، والثاني أن قوله إن ربك لبالمرصاد ذكر تقريرا لعقوبة الله الأمم المذكورة وهي عاد وثمود وفرعون، فذكر عقوبتهم ثم قال مقررا محذرا إن ربك لبالمرصاد، أفلا ترى تعلقه بذلك دون القسم؟ أحسن من هذا أن يقال إن الفجر والليالي العشر زمن يتضمن أفعالا معظمة، والعشر هي عشر ذي الحجة ويتضمن أفعالا معظمة من المناسك وأمكنة معظمة وهي محلها، وذلك من شعائر الله المتضمنة خضوع العبد لربه. فإن الحج والنسك عبودية محضة لله وذل وخضوع لعظمته، وذلك ضد ما وصف به عادا وثمودا وفرعون من العتو والتكبر والتجبر. فإن النسك يتضمن غاية الخضوع لله، وهؤلاء الأمم عتوا وتكبروا عن أمر ربهم،
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالزمان المتضمن لمثل هذه الأعمال أهل أن يقسم الرب عز وجل به. والفجر إن أريد به جنس الفجر كما هو ظاهر له، فإنه يتضمن وقت صلاة الصبح التي هي أول الصلوات، فافتتح القسم بما يتضمن أول الصلوات، وختمه بقوله: والليل إذا يسر، المتضمن لآخر الصلوات. وإن أريد بالفجر فجر مخصوص، فهو فجر يوم النحر وليلته التي هي ليلة عرفة، فتلك الليلة من أفضل ليالي العام، وما رؤي الشيطان في ليلة أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه فيها. وذلك الفجر فجر يوم النحر الذي هو أفضل الأيام عند الله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الأيام عند الله يوم النحر، وهو أبو داود بإسناد صحيح. وهو آخر أيام العشر، وهو يوم الحج الأكبر كما ثبت في صحيح البخاري وغيره. وهو اليوم الذي أذن فيه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بريء من المشركين ورسوله، وأنه لئلا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ولا خلاف أن المؤذن أذن بذلك في يوم النحر لا في يوم عرفة، وذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا وتأويلا للقرآن. وعلى هذا قد تضمن القسم المناسك والصلوات، وهم المختصان بعبادة الله والخضوع له والتواضع لعظمته. ولهذا قال الخليل عليه السلام: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقيل لخاتم الرسل: فصل لربك وانحر. يعني إبراهيم لما اختار من العبادات اختار الصلاة والنسك، ومحمد لما اختير له من العبادات قيل له صلي وانحر الناس. طيب، بخلاف حال المشركين المتكبرين الذين لا يعبدون الله وحده بل يشركون به ويستكبرون عن عبادته، كحال من ذكر في هذه السورة من قوم عاد وثمود وفرعون. وذكر سبحانه من جملة هذه الأقسام الشفع والوتر، إذ هذه الشعائر المعظمة منها شفع ووتر في الأمكنة والأزمنة والأعمال. فالصفا والمروة شفع، والبيت وتر، والجمرات وتر، ومنى ومزدلفة شفع، وعرفة وتر. أما الأعمال فالطواف وتر 7، وركعتاه شفع، والطواف بين الصفا والمروة وتر، ورمي الجمار وتر. كل ذلك 7، وهو الأصل، فإن الله وتر يحب الوتر. والصلوات منها شفع ومنها وتر، والوتر يوتر الشفع، فتكون كلها وترا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، فأوتروا صلاة الليل. رواه الإمام أحمد. صحيح، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. وأما الزمان فإن يوم عرفة وتر، ويوم النحر شفع، وهذا قول أكثر المفسرين. رواه مجاهد بن عباس: الوتر آدم وشفع بزوجته حواء. في رواية: الشفع آدم وحواء، والوتر الله سبحانه. وعن رواية الثالث: الشفع يوم النحر، والوتر 3 أيام بعد. قال ابن الزبير: الشفع يومان بعد يوم النحر، والوتر اليوم الثالث. قال عمران بن حصين وقتادة: الشفع والوتر هي الصلاة، وروي فيه حديث مرفوع. قال عطية العوفي: الشفع الخلق، قال الله تعالى: وخلقناكم أزواجا، والوتر هو الله. يعني الخلق يعني إيش؟ ذكر وأنثى. وهذا قول الحكم، قال: كل شيء شفع والله وتر. وقال أبو صالح: خلق الله من كل شيء زوجين اثنين والله وتر واحدة. وهذا قول مجاهد ومسروق. وقال الحسن: الشفع والوتر العدد كله، منه شفع ووتر. قال ابن زيد: الشفع والوتر الخلق كله، منه شفع ومنه وتر. وقال مقاتل: الشفع الأيام والليالي، والوتر اليوم الذي لا ليلة بعده، وهو يوم القيامة. وذكرت أقوال أخرى، هذه أصولها ومدارها كلها على قولين: أحدهما أن الشفع والوتر نوعا المخلوقات والمأمورات، والثاني أن الوتر الخالق والشفع المخلوق. شوف كيف يجيب لك كلام السلف كله بعدين يرجع إلى أصلين.
وهذا فن الحقيقة يتعلمه طالب العلم في النظر في أقوال العلماء المتقدمين أن تكون متقاربة جدا، فيرجع الأقوال إلى أصولها. وعلى هذا القول فيكون قد جمع في القسم بين الخالق والمخلوق، فهو نظير ما تقدم في قوله والشمس وضحاها وشاهد ومشهود والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقالها هنا والليل إذا يسر، وفي سورة المدثر أقسم بالليل إذا أدبر، في سورة التكوير أقسم بالليل إذا عسعس. وقد فسر بأقبل وفسر بأدبر، عسعس فسر أقبل وفسر أدبر. فإذا كان المراد إقباله فقد أقسم بأحوال الليل الثلاثة، وهي إقباله وحال امتداده وسريانه وحالة إدباره، وهذه من آياته الدالة عليه سبحانه. وعرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه، ونكر الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم. وأيضا فإن في التنكير تعظيما لها، فإن التنكير يكون للتعظيم. وفي تعريف الفجر، تعريف يعني حط ألف ولام الفجر، ما يدل على شهرته وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله. فلما تضمن هذا القسم تعظيم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، كان في ذلك ما دل على المقسم عليه. ولهذا عقب القسم بقوله هل في ذلك قسم لذي حجر، فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة، وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى، ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود. ولما تضمن ذلك مدح الخاضعين والمتواضعين، ذكر بعد ذلك حال المتكبرين المتجبرين الطاغين، ثم أخبر أنه صب عليهم صوت عذاب، أي صوتا من عذاب، ونكره إما للتعظيم إما لأن يسيرا من عذابه استأصلهم وأهلكهم، ولم يكن لهم معه بقاء ولا ثبات. لأن التنكير أحيانا يكون للتعظيم، يكون للتحقير للتقليل، فإذا كان للتعظيم لعظم هذا العذاب، أو للتقليل يكون لأن الذي جاءهم العذاب شيء من عذاب عظيم، لكن ما أصابهم منه إلا شيء قليل فقط هو الذي أهلكهم. ثم ذكر حال الموسع عليهم في الدنيا والمقتر عليهم، وأخبر أن توسعته على من وسع عليه وإن كان إكراما له في الدنيا فليس ذلك إكراما على الحقيقة، ولا يدل على أنه كريم عنده، لا إله إلا الله، ولا هو من أهل كرامته ومحبته. وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته وما وعنده، بل يوسع ابتلاء وامتحانا ويقتر ابتلاء وامتحانا، فيبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب. هو سبحانه يبتلي عبده بنعمة تجلب له أخرى، وبنعمة تجلب له نقمة، وبنقمة تجلب له أخرى، وبنقمة تجلب له نعمة. فهذا شأن نعمه ونقمه سبحانه. صحيح بعض النقم تجيب نقم، واحد يموت ولده فيكفر ويزداد بعدا وطغيانا، واحد يموت ولده أو يموت له عزيز يقرب إلى الله، بعض الناس تأتيه الأموال يتصدق وينفق، بعض تأتيه الأموال تفسد. أربعة أحوال. وتضمنت هذه السورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله، وهم هؤلاء الأمم الثلاثة. قوم عاد اغتروا بقوتهم، وثمود اغتروا بجناتهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم، وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة. فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا، وهذا صارت عاقبته إلى ما قص الله علينا، وهذا شأنه دائما مع كل من اقترب شيء من ذلك، لا بد أن يفسده عليه أو يسلبه إياه. ثم ذكر سبحانه حال الإنسان في معاملته لمن هو أضعف منه كاليتيم والمسكين، فلا يكرم هذا ولا يحض على إطعام هذا. ثم ذكر حرص الإنسان على جمع المال وأكله وحبه له، وذلك هو الذي أوجب له عدم رحمته لليتيم والمسكين. ثم ختم السورة بمدح النفس المطمئنة وهي الخاشعة المتواضعة لربها وما تؤول إليه من كرامته ورحمته، كما ذكر قبلها حال النفس الأمارة وما تؤول إليه من شدة عذابه ووثاقه. سمشي محمد، تفضل أقرأ فصل.
لا ما سمعت يعني شيخ بالأخطاء each بصراحة one, والله. of these points سبحان الله شيخ they could be يعني spent hours just explaining each one of these points يعني ما شاء الله صحيح. this is amazing يعني جزاك الله خير. وأما سورة لا أقسم بهذا البلد فذكر في جواب القسم وهو قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد، وفسر الكبد بالاستواء وانتصاب القامة. قال ابن عباس في رواية مقسم في رواية مقسم عنه مقسم عن مقسم ابن مستقيم بجرة منتصب مستقيم منتصب على قدميه، وهذا قول أبي صالح والضحاك وإبراهيم وعكرمة وعبد الله بن شداد. قال المنذري سمعت أبا طالب يقول الكبد الاستواء والاستقامة، وفسر بالنصب. هذا بالنصب قول مجاهد، نعم، وفسر بالنصب. وهذا قول مجاهد، هذا قول مجاهد وسعيد بن جبير والحسن، ورواية عن علي وابن عباس. قال الحسن لم يخلق الله خليقة تكابد ما يكابد ابن آدم. وقال سعيد بن أبي الحسن يكابد مصائب سبحان الدنيا الله. وشدائد عفوا الآخرة. شيخ، يعني شوف المعنى الجميل، مستقيم منتصب على قدميه، ولذلك الإنسان إذا سقط وما استطاع أن يقوم على قدميه وانحنى ظهره وضعفت قدماه على حمله، صار يعني فقد جزءا كبيرا من إنسانيته وقوته. صلى الله عليه. نعم. وقال قتادة يكابد أمر الدنيا والآخرة فلا تلقاه إلا في مشقة. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال يعني حمله وولادته ورضاعه وفصاله ونبت أسنانه وحياته ومعاشه وموته، كل ذلك شدة. أيها قال الله صح. مجاهد حملته أمه كرها ووضعته كرها ومعيشته في شدة، فهو يكابد ذلك. وعلى هذا الكبد من مكابدة الأمر، وهي معاناة شدته ومشقته. والرجل يكابد الليل إذا قاسى هوله وصعوبته، والكبد شدة الأمر. ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد، ومنه الكبد لأنها دم يغلظ ويشتد، وانتصاب القامة والاستواء من ذلك، لأنه إنما يكون عن قوة وشدة. شوف جمع فالإنسان بين مخلوق القولين، شوف جمع بين القولين جميل كيف العلم. نعم. فالإنسان مخلوق في شدة بكونه في الرحم ثم في القماط والرباط، فهو على خطر عظيم عند بلوغه حال التكليف ومكابدة المعيشة والأمر والنهي، ثم مكابدة الموت وما بعده في البرزخ وموقف القيامة، ثم مكابدة العذاب والنار، ولا راحة له إلا في الجنة. يا ثم في القماط في الرحم، القماط الخرقة اللي يلف بها الولد الصغير. نعم. وفسر القماط، نعم، هذه التي تربط في يعني يلفون الولد كذا يربطونه وهو بيبي صغير، يقول نعم يكون في الرحم ثم في القماط والرباط، ثم على خطر عظيم حينما يبلغ التكليف هنا تصير المشاكل. نعم. وفسر الكبد بشدة الخلق وإحكامه وقوته، ومنه قول لبيد يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبد، أي في شدة وعناء. وهذا يشبه قوله تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. قال ابن عباس أي خلقهم. وقال أبو عبيدة الأسر شدة الخلق، يقال فرس شديد الأسر. قال وكل شيء شددته من قتب أو غبيط فهو مأسور. وقال المبرد الأسر القوى كلها. وقال الليث الأسر قوة المفاصل والأوصال. وشد الله أسر فلان أي قوى خلقه. وكل شيئين جمع طرفاهما فشد أحدهما بالآخر فقد أسر. وقال الحسن شددنا أوصالهم ببعضها إلى بعض بالعروق والعصب. وقال مجاهد هو الشرج يعني موضع مصرتي البول والغائط، إذ خرج الأذى
تقبضتا، إذا يعني خرج حصل، الأذى تقبضتا. يعني ما يخرج الإنسان الغائط إلا إذا صار في انقباض في فتحة الشرج، وكذلك انقباض في مكان البول حتى يخرج، يصير في شدة. نعم. والمقصود أنه سبحانه أقسم في سورة البلد على حال الإنسان، وأقسم سبحانه بالبلد الأمين وهو مكة أم القرى، ثم أقسم بالوالد وما ولد وهو آدم وذريته في قوله، في قول جمهور المفسرين. وعلى هذا فقد تضمن القسم أصل المكان وأصل السكان، فمرجع البلاد إلى مكة ومرجع العباد إلى آدم الله. يا سلام. وقوله وأنت حل بهذا البلد فيه قولان، أحدهما أنه من الإحلال وهو ضد الإحرام، والثاني أنه من الحلول وهو ضد الظعن. يعني الظعن ايش؟ السفر السفر. يعني انت مقيم يعني في هذا البلد. نعم. فإن أريد به المعنى الأول فهو حال ساكن البلد بخلاف المحرم الذي يحج ويعتمر ويرجع، ولأن أمنه إنما تظهر به النعمة عند الحل من الإحرام، وإلا ففي حال الإحرام هم في أمان، والحرمة هناك للفعل لا للمكان. يا سلام. والمقصود يعني إنما الحرمة للفعل لا المكان، هم كانوا، لا إذا أحرم الإنسان ما حد يقربه، فهو صيانة هذا الإنسان من الأذى كانت متعلقة بإحرامه، فهو متعلق بفعله لا بحرمة المكان نفسه. نعم. والمقصود إنما هو ذكر حرمة المكان، وهي إنما تظهر بحال الحلال الذي لم يتلبس بما يقتضي أمنه. ولكن على هذا ففيه تنبيه، فإنه إذا أقسم به وفيه الحلال، فإذا كان فيه الحرام فهو أولى بالأمن والتعظيم. يعني كأنه يريد المعنى الثاني، بس يقول لك حتى لو قلنا بالمعنى الثاني ما زال الفعل يدل على مزيد تعظيم للإيش؟ لحرمة هذا المكان. نعم. وكذلك إذا أريد المعنى الثاني وهو الحلول فهو متضمن لهذا التعظيم مع تضمنه لأمر آخر وهو إقسامه ببلده المشتمل على رسوله وعبده، فهو خير البقاع وقد اشتمل على خير العباد، فجعل بيته هدى للناس ونبيه إماما وهاديا لهم، وذلك من أعظم نعمه وإحسانه إلى خلقه، كما هو من أعظم آياته ودلائل وحدانيته وربوبيته. فمن اعتبر حال بيته وحال نبيه وجد ذلك من أظهر أدلة التوحيد والربوبية. وفي الآية قول ثالث وهو أن المعنى وأنت مستحل قتلك وإخراجك من هذا البلد الأمين الذي يأمن فيه الطير والوحش والجاني، وقد استحل قومك فيه حرمتك وهم لا يعضدون به شجرة ولا ينفرون به صيدا. وهذا مروي عن شرحبيل بن سعد. وعلى كل حال فهي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعها أحسن موقع وألطفه وأحسن موقع موقعها من أحسن موقع وألطفه. فهذا القسم متضمن لتعظيم بيته ورسوله، ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه أحد من خلقه أن لن يقدر عليه أحد من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. أنه لن يقدر عفو. عليه أحد عفو. من خلقه في هذا الكبد. ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه أحد من خلقه في هذا الكبد. ما فهمتها شغلي، فهمني إياها. أكمل الجملة، خلنا نشوف كيف تمشي. إيه. أحد من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور، فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه أحق، وكيف يقدر غيره من لم يكن قادرا في نفسه. فهذا برهان مستقل بنفسه، مع أنه متضمن للجزاء الذي مناطه القدرة والعلم، فنبه على ذلك بقوله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وبقوله أيحسب أن لم يره أحد، فيحصي عليه ما عمل من خير وشر ولا يقدر عليه فيجازيه بما يستحقه. لعلها إذن ثم أنكر سبحانه على الإنسان ظنه وحسبانه أن لن يقدر عليه أحد
من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد بها الأمور. لحظة، إيش قال؟ فإن الذي خلقه الذي خلقه لذلك أولى بالقدرة منه وأحق، كيف يقدر غيره من لم يكن قادرا على نفسه؟ عليه أحد من خلقه في هذا الكبد يعني أظن أن خلقه كذلك، هو قال في نسخة لذلك، لذلك أحسن عندي، ليش أثبت كذلك ما أدري. فإن الذي خلقه لذلك، لذلك الكبد والشد والمشقة، أولى بالقدرة منه أحق، وكيف يقدر غيره من لم يكن قادرا في نفسه. شيخنا، السؤال هنا عندما نقول أيحسب يعني أن لن يقدر عليه أحد، يعني هو يعني الذي يعتقد أن لن يقدر عليه أحد لأنه قوي، يعني يقصد به رب الله يقصد سبحانه وتعالى. لا لا، يعني هو في ظني لا يقدر عليه أحد من البشر الخلق، طيب قصدي، هل شايف أليس نفسه الكفر، كذا أعظم يا رب، هو طيب هذا هذا يعني اغتراره في نفسه. أي هذا من الطغيان، لكن قصدي أليس من الكفر أن يعتقد أن الله أيضا لا يقدر عليه؟ بلى بلى، طيب ما هو هنا قصدي، يقول هل لك السياق أنسى أنكر على الإنسان ظنه وحسبانه أن لا يقدر أحد من خلقه في هذا الكبد والشدة والقوة التي يكابد، فإن الذي خلقه كذلك أولى بالقدرة منه أحق. طيب إذا وكيف يقدر غيره من لم يكن قادرا في نفسه؟ فهذا برهان مستقل منه، يقول يعني أن الله سبحانه هو الذي جعلك في الشدة والمكابدة، يدل على ضعفك، يدل على أنك لست أنت المتمكن في الأمور. ولذلك إذا كان الله هو الذي قدر ذلك عليك، فهو معناه ربك الذي به يعني زمام أمرك بيديه. نعم. نعم. ثم أنكر سبحانه على الإنسان قوله: أهلكت مالا لبدا، وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض، فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وهو إنفاقه في غير وجهه، إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له، بل تقربا به إلى الله عز وجل وتوصلا به إلى رضاه وثوابه، وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له. ثم سبحان وبخه الله، سبحانه شيخنا معنى جميل جدا. يعني أنا كنت دائما أتأمل أهلكت مالا لبدا، يعني أنفقت وأصرفت، بس أنفقتها وأصرفت وصرفتها، بس لا، فيها معنى أن هذا الإنفاق وهذا الصرف المال هو مهلك له، مع أنه نعم ولا يستمتع به ويأتي، بس هو في حقيقة هلاك له. شيخنا، وهذا جاءت فترة صار ترند، يعني صار موضة، أصحاب الأموال الكثيرة يصورون أنفسهم وهم يرمون المال أو يحرقونه أو يبعثرونه هكذا أو يرمونه في الماء. سبحان الله، نعم. صحيح. ثم وبخه سبحانه بقوله: أحسب أن لم يره أحد، وأتى ها هنا بلم الدالة على المضي في مقابلة قوله: أهلكت مالا لبدا، فإن ذلك في الماضي، أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه. ثم ذكر سبحانه برهانا مقررا أنه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما، فكيف يعطيه البصر من لا يراه؟ وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى؟
وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من خالقه؟ ومن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر، وهما طريقاهما أولى وأحق بالعلم منه؟ ومن هداه إلى هذين الطريقين، كيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هدايته النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده ووعيده. وهذه أصول الإيمان التي اتفق وهذه أصول الإيمان التي اتفقت عليها جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. إذا تأمل الإنسان حاله وخلقه وجده من أعظم الأدلة على صحتها وثبوتها، فتكفي الإنسان فكرته في نفسه وخلقه. والرسل بعثوا مذكرين بما في الفطر والعقول، مكملين له لتقوم على العبد حجة الله بفطرته ورسالته. ومع هذا فقامت عليه حجته، ولم يقتحم العقبة التي بينه وبين ربه التي لا يصل إليه حتى يقتحمها. واحد، بالإحسان إلى خلقه بفك الرقبة وهو تخليصها من الرق، ليخلصه الله من رق نفسه ورق عدوه. الثاني، وإطعام المسكين واليتيم في يوم المجاعة. الثالث، وبالإخلاص له سبحانه بالإيمان الذي هو خالص حقه عليه، وهو تصديق خبره وطاعة أمره ابتغاء وجهه. الرابع، وبنصيحة غيره بأن يوصيه بالصبر والمرحمة، ويقبل وصية من أوصاه بهما، فيكون صابرا رحيما في نفسه، معينا لغيره على الصبر والرحمة، دالا لغيره عليهما. فمن لم يقتحم هذه العقبة وهلك دونها هلك منقطعا عن ربه، غير واصل إليه، بل محجوبا عنه. والناس قد يكون، بس قسمان. لحظة، قد يكون أيضا من المعاني السابقة اللي سبق تكلمنا عنها على قضية الذي يقدر عليه أحد، يعني كأنه يقول أنت الذي عندك هذه القوة، طيب، التي تظن بها أنه لا يقدر عليك أحد، من أعطاك إياها؟ أعطاك إياها من أيضا لن يقدر عليه أحد، يعني كما أنه أعطاك العينان فإن له عينان، كما أعطاك البصر فإن له بصر، كما أعطاك الكلام فإن له كلاما، ومن أعطاك القدرة والقوة فإن له القوة والقدرة. نعم. والناس قسمان، الأول ناج وهو من قطع العقبة وصار وراءها، والثاني وهالك وهو من دون العقبة، وهم أكثر الخلق، ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون، فإنها عقبة كؤود شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظهر، وهم أصحاب الميمنة. والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر، وهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة قد أطبقت عليهم، فلا يستطيعون الخروج منها، كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به الرسل ولم تخرج قلوبهم منها، كذلك أطبقت عليهم هذه النار لم تستطع أجسامهم الخروج منها. فتأمل هذه السورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان، وبالله التوفيق. وأيضا فإن طريقة القرآن يذكر العلم والقدرة تهديدا وتخويفا، ليرتب الجزاء عليهما، كما قال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. وقال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إلى قوله: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل وهذا اعملوا كثير فسيرى جدا. الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا تهديد المنافقين. الناس اليوم يقولونها في افتتاح المحافل العامة، و يعني كأنها مدح، هي جاءت تهديد للمنافقين. نعم. وهذا كثير جدا في القرآن، وليس المراد به مجرد الإخبار بالقدرة والعلم، لكن الإخبار مع ذلك بما يترتب عليهما من الجزاء بالعدل.
فإنه إذا كان قادرا أمكن مجازاته، وإذا كان عالما أمكن ذلك بالقسط والعدل، ولم يكن ومن لم يكن قادرا لم يمكن مجازاته، وإن كان قادرا لكنه غير عالم بتفاصيل الأعمال ومقادير جزائها لم يجاز بالعدل. والرب سبحانه وتعالى موصوف بكمال القدرة وكمال العلم، فالجزاء منه موقوف على مجرد مشيئته وإرادته، فحينئذ يجب على العاقل طلب النجاة منه بالإخلاص والإحسان، وهو اقتحام العقبة المتضمن للتوبة إلى الله عز وجل والإحسان إلى خلقه. وقال تعالى: فلا اقتحم العقبة، وهو فعل ماض ولم يكرر معه لا، إما استعمالا لأداة لا كاستعمال ما، وإما إجراء لهذا الفعل مجرى الدعاء نحو فلا سلم ولا عاش ونحو ذلك، وإما لأن العقبة قد فسرت بمجموع أمور فاقتحامها فعل كل واحد منها فأغنى ذلك عن تكريرها، فكأنه قال: فلا فش رقبة ولا أطعم ولا كان من الذين آمنوا. وقراءة من قرأ فك رقبة بالفعل كأنها أرجح من قراءة من قرأها بالمصدر، لأن قوله: وما أدراك ما العقبة، على حد قوله: وما أدراك ما الحاقة، وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك ما هي، نار حامية. ونظائره تعظيما لشأن العقبة وتفخيما لأمرها. عجيب. يرجح، يعني هو الشيخ ابن القراءات القيم يرى قراءة ابن كثير وأبو عمرو، يعني بس في هذه، لا عندنا ما في ترجيح مطلق، بس في بعض إيه بس الألفاظ. قصدي في هذه. إيه نعم إيه طيب نعم، لأنها في حفص في عاصم فك رقبة. نعم، جيد. وهي فك جملة بالمصدر، القراءة. فك نعم بالمصدر، هنا جابها بالفعل نعم فك رقبة. الله. وهي جملة اعتراض بين المفسر والمفسر، فإن قوله فك رقبة أو إطعام إلى قوله ثم كان من الذين آمنوا تفسير لاقتحام العقبة، وليس هو تفسيرا لنفس العقبة، فإن العقبة مكان شاق كؤود يقتحمه الناس حتى يصلوا إلى الجنة، واقتحامه بفعل هذه الأمور فمن فعلها فقد اقتحم العقبة. ويدل ذلك على قوله تعالى: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا، وهذا عطف على قوله فك رقبة. والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولا. نعم والأحسن تناسب هذه الجمل المعطوفة التي هي تفسير لما ذكر أولا. وأيضا فإن من قرأ، يعني ما يصير تقول فك رقبة هو العقبة، وتقول الذين آمنوا وتواصوا هو تفسير الاقتحام، يقول لا، خلها كلها معطوفة على شيء واحد. نعم. وأيضا فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تقدير، وهو: ما أدراك ما اقتحام العقبة، أو اقتحامها فك رقبة. وأيضا فمن قرأ بالفعل فقد طابق بين المفسر وجميع ما فسره، ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فسره، فإن التفسير إن كان هذا كله من أوجه ترجيح هذه القراءة على تلك، وهو لأن دائما التقدير أضعف، إذا احتجت إلى تقدير صار أضعف من أنك ما تحتاج إلى تقدير، إذا ما احتجت إلى تقدير هذا أقوى في اللغة، هذا من أوجه الترجيح عندهم. نعم. إن كان لقوله اقتحم طابقه بقوله ثم كان من الذين آمنوا وما بعده دون فك رقبة وما يليه، وإن كان لقوله العقبة طابقه فك رقبة أو إطعام دون قوله ثم كان من الذين آمنوا وما بعده. وإن كانت المطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظا ومعنى أتم وأحسن. نعم. واختلف في هذه العقبة هل هي في الدنيا أو في الآخرة، فقال الطائفة: العقبة ها هنا مثلا ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس والشيطان في أعمال البر، وحكوا ذلك عن الحسن ومقاتل، قال الحسن: عقبة والله شديدة مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدوه والشيطان، وقال مقاتل:
هذا مثل ضربه الله، يريد أن المعتق رقبة والمطعم اليتيم والمسكين يقاحم نفسه وشيطانه مثل من يتكلف صعود العقبة، فشبه المعتق رقبة في شدته عليه بالمكلف صعود العقبة، وهذا قول أبي عبيدة. وقال الطائفة: بل هي عقبة حقيقية يصعدها الناس. قال عطاء: هي عقبة جهنم. وقال الكلبي: هي عقبة بين الجنة والنار، وهذا لعله قول مقاتل: إنها عقبة جهنم. وقال مجاهد والضحاك: هي الصراط يضرب على جهنم، وهذا لعله قول الكلبي. وقولها هؤلاء أصح نظرا وأثرا ولغة. قال قتادة: إنها عقبة شديدة، فاقتحموها بطاعة الله. وفي أثر معروف: إن بين أيديكم عقبة كؤودا لا يقتحمها إلا المخففون، أو نحو هذا. فإن الله تعالى سمى الإيمان به وفعل ما أمر وترك ما نهى عقبة. وكثيرا ما يقع في كلام السلف الوصية بالتذمر لاقتحام العقبة. وقال بعض الصحابة: وقد حضره الموت. تذمر يعني ايش؟ التذمر يعني ايش؟ خيل مدمرة لما تعلفها وتحطها تجهزها وتصير وزنها وقوتها وصحتها جاهزة للسباق، وهكذا الإنسان يكون متذمر يعني مستعد. نعم. وقال بعض الصحابة: وقد حضره الموت، فجعل يبكي ويقول: ما لي لا أبكي، وبين يدي عقبة أهبط منها إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا القول أقرب إلى الحقيقة والآثار السلفية والمألوف من عادة القرآن في استعماله، وما أدراك، في الأمور الغائبة العظيمة كما تقدم. والله أعلم. يعني عادة القرآن في وما أدراك دائما يرجع لأمور حقيقية، ما يرجع لأمور مثل كما سبق، هو هكذا يقول. وهذه قاعدة في التفسير، أن القرآن يفسر بعضه بعض، يعني تشوف إيش الترند، إيش الطريقة التي اعتاد عليها القرآن، لا يأتي القرآن مختلف، يعني فيه تماثل. إذا كانت هذه العادة في ذكر هذه الآية يصير حملها على هذه العادة أول. وهذا يستخدم ابن القيم كثير يعني في تفسير القرآن، وهي من القواعد المفيدة في تفسير القرآن. طيب نقف إن شاء الله هنا الساعة الآن السابعة، بعدها سيأتي بآية بسورة التين والزيتون وما يتعلق بها. و يعني أنا نصيحتي أيضا من الأشياء التي قد تستفيدون منها، يعني أنا ما لا نريد أن نحول هذا لدرس تفسير، لكن نحن نستفيد من كلامي رحمه الله ونشير إلى بعض الأصول التي يذكرها، لكن قد يكون مناسب الإنسان يقرأ تفسير هذه الآيات قبل يبدأ الدرس إذا أراد يعني أو بعد ما قرأنا يروح يقرأ تفسير هذه السورة حتى يرتبط المعاني كلها وتتضح. لأن ابن القيم رحمه الله يأتي يعني زي ما نقول حنا من الآخر يعني لازم تصير عارف إيش الخلاف وموجود تطلع، هو ما يحكي لك، يحكي لك من النهاية، يرجح ويأتي يعني بقواعد ترجيحية ويختار رحمه الله. بس إذا أردت أن يعني تستفيد من كلامه أكثر، اقرأ ما قيل في الآية قبل أو السورة قبل القراءة. والله عزيزي، جزاك الله خير شيخ محمد، أعرف أنك تعبان، جمع الله لك بين الأجر والعافية، وجزاكم الله خيرا جميعا. السلام عليكم. تفضل تفضل. الله يحفظكم. في ملاحظتين سريعات بالنسبه لسوره الفجر، اللي هو الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل هذا القسم ما له جواب؟ انما المقصود هل في ذلك قسم للذي حجر؟ هو حث على التدبر في هذا القسم؟ هل هو ما ذكر؟ لا، جواب القسم هو ما ذكره، وهو الخالق والمخلوق، وهو المقصود المقسم عليه. يعني جواب القسم المقسم عليه، المقسم عليه هو أن الخالق والمخلوق بالشفع والوتر أو الأشياء العبادات العظيمة التي ذكرت. جميل، هذا هو جواب. والسؤال والنقطة، سمعت أحد العلماء يتكلم بيقول فك رقبة، قال فك رقبتك أنت، فك رقبتك أنت أولى من فك رقبة الغير، يعني هو يعني يجي بهذا المعنى. فلاقتحم العقبة ومدرك من العقبة، فك رقبة أي رقبتك أنت، أو اطعموا في يوم ذي مصطبة يتيما ذا مقربة أو ذا مصطبة، يعني فك رقبة قد يكون منها. بس يعني ما أدري والله، يعني ينظر هل له أثر في هذا،
لكن يعني شفت التي بعدها تتعلق بالغير، الإطعام، مش مطعم نفسك أنت. صحيح. فأيضا فك رقبة يكون على نفس المنوال، لكن لو ورد في هذا أثر ممكن يقول تفك رقبتك وتفك رقبة غيرك، ما في تعارض يعني. هو أصلا راجع. نعم. ما هو فك الرقاب إنما يراد به فك رقبة النفس، يعني هو يفك رقبة يعني من يعني يعتق مثلا أو كذا، أملا أن يفك الله سبحانه وتعالى رقبته، وأن يفك الله سبحانه وتعالى نفسه. أسره. صحيح. قد يكون هذا أيضا من المعاني، إن هذا يرجع إلى هذا، يعينه على اقتحام العقبة، وهي فكاك. إذا فك الإنسان من العقبة فكاك. من المعاني اللطيفة فك الرقبة التي تذكر أيضا ليس فقط اعتاق العبيد، بل أيضا المسجونين. وهذا سمعته من شيخنا الشيخ بن باز، يقول إذا إنسان مدين فهذا من عتق الرقبة. يعني واحد مدين ومسجون مغروم بالمال، وغريمه قد يعني أخذه أو سجنه أو ألحق به الأذى أو كذا، وهو مستسلم له، يقول هذا في كعكه من هذا الغريم ومن هذا الدائم من فك الرقبة. جميل. سبحان الله. وأيضا من مما ذكر في هذا في الأوجه المعاصرة، ذكر الشيخ ابن عثيمين ذكر هذا، اللي هو المسجون الذي يحتاج إلى مال ليعتق. يعني مثلا واحد عنده مخالفات أو كذا بالغلط والقانون حبسه، محبوس، هذا كالأسير فتروح تدفع عنه تخرجه، تقضي عنه دينه لتخرجه، هذا أيضا من فكاك الرقاب. لكن هذا في بأمر أخروي لا يتعلق به أحكام الصيام وعتق الرقبة في الصيام، لا ما له دخل. نتكلم عن الأجر في الآخرة، لأن هذا من مما يدخل في قول الله تعالى: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فيدخل يعني في ليس له علاقة بالكفارة شيخ، ليس له علاقة بالكفارات والأحكام الفقهية. نعم. جميل. الله حفظكم الله. الحمد لله على السلامة يا شيخ عمار، جيت من جرزلم ما شاء الله. أيضا الله يسلم يا شيخنا. أحمد ناصر، سبحان الله، اليوم أنا أقول في نفسي سأكلم أبو أيوب لأني من زمان أفتقده. سمحنا يا شيخ، سمحنا والله. أبدا والله، سبحان الله، في نفسي اليوم وأنا أقول سأكلم أبو أيوب، يعني والجميع يعني ما شاء الله، بس يعني أبو أيوب من زمان ما شفت اسمه. جزاك الله خير. I'm so glad. جزاك الله خير. رضى عليك. الله يحفظك يا شيخ. إن شاء الله القلوب. جزاك الله خير. استفدنا كثير يعني، جزاك الله خير. الله يسلمك. رضى عليك. يا الله، في أمان الله، نراكم الأسبوع القادم إن شاء الله، أو نشوف الخميس إن شاء الله إذا استطعنا نبكر شوي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.